صباح الخير على حضراتكم. النهارده تغطيتنا مستمره معاكم على مدار اليوم استعدادا لافتتاح قناه السويس الجديده ان شاء الله بكره العالم كله مستني اعلام مصر عن نفسها بقوه كمصدر لكل ما يفيد الانسانيه. غدا تعود تاج العلا ام الدنيا لتتباهى بما انجزه ابنائها في وقت قياسي لم يتعدى عام واحد. بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. بتحبوا ربنا ثم مصر بجد، خلوا بالكم من بلدنا.